علق عليها. يلا بينا. السوبر الافريقي جون جه متاخر، بس احنا كنا قاعدين متاكدين ان التعادل هيجي وهنكسب ان شاء الله بروح وعزيمه الفانيلا الحمراء. بشكر مجلس الاداره واللعيبه على المجهود، 4 بطولات قاريه في سنه انجاز طبعا، وبقول لهم لسه في تاني. نور الاهلي ما بيشبعش بطولات والمزيد من الارقام القياسيه ان شاء الله. مبروك للنادي الاهلي الفوز بالسوبر الافريقي، ويا رب ان شاء الله يا رب عقبال كاس عالم انديه، عشان دي الحاجه الوحيده بقى اللي ناقصه النادي الاهلي. الف مبروك للكابتن محمود الخطيب ولاعيبه النادي الاهلي على السوبر الافريقي، ونتمنى منهم كاس العالم للانديه ان شاء الله. ومن احسن لعبه في المباراه كان بيرسي تاو وحسين الشحات، نتمنى لكم التوفيق والابطال. مبروك للنادي الاهلي ولجماهيره السوبر. وعاوز اسال سؤال لامير والبرنامج التراني، وليه احنا؟ ليه دايما احنا واحد؟ مفيش حد غيرنا. الاجابه من وجهه نظري ان الجماهير والاداره عارفين قيمه النادي الاهلي وقيمه الفانيلا دي، وهو ده اللي بيخلينا دايما رقم واحد. الف مبروك يا امير، وشكرا لبرنامج الترند، ودايما احنا رقم واحد. الاهلي وبعد ولاده يجوا، وده سر واسباب تتويجوا، القيم الاخلاق والحكمه، ده يساوي نجمة وراها نجمة، الأهلي القمة، اسمها وسمى بلاس 90 في جيناتنا، مبروك السوبر. الأهلي القمة، اسم على مسمى، ألف ألف مبروك للنادي الأهلي نادي القرن على بطولة السوبر، وألف ألف شكر للمبدعين دايما أستاذ أمير هشام أستاذ محمد سعيد وبرنامج الترند. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي. بصراحة من أحلى الحلقات، عشان فيها جمهور الأهلي موجود معانا، ولحظات كمان رائعة شفناها، ورسائل جميلة من جماهير النادي الأهلي، وفخر دايما بيعتزوا بانتمائهم لهذا الكيان الكبير، وحاجة يعني تخلي الواحد دايما فخور بانتمائه للنادي الأهلي ومبسوط وسعيد جدا. شفنا الولد اللي بيبكي بعد الهدف، صغير لسه، صغير مش مصدق نفسه، مبسوط. لو الأهلي كان خسر كان حس إن في حاجة غلط، في حاجة غريبة. شفنا كمان، اعتقد الكابتن محمود الخطيب كلم الولد اللي بيقولوا لي دلوقتي، كلمه على التليفون وتواصل معاه، هو الولد اللي معانا على الشاشه ده، اللي بكى بكاء فرحه، بكاء السعاده بتتويج النادي الاهلي بسيناريو صعب قوي في مباراه السوبر كنا احنا مش في يومنا فيها، بس في نفس الوقت قدرت ان انت تجيب البطوله، وهي دي سمات البطل، هو ده النادي الاهلي، بخلاف طبعا رسائل كل الجماهير اللي كانوا معانا، وكان في فيديوهات اكتر من كده، لكن الوقت دايما مش بيسعفنا للاسف، لكن دايما هم دول شركاء النادي الاهلي في النجاح، دائما هم دول اللي بيبقوا في ظهر النادي الاهلي لما يكون في ازمات، هم دول اللي بيسندوا النادي، وهم دول اللي دايما بيدعموا فريق النادي الاهلي ايا كان الامور ايه والظروف ماشيه ازاي. فبنقول لهم مبروك، ونقول لكل جماهير النادي الاهلي مبروك بطوله السوبر، لسه بطولات كتير جدا جايه، عندنا ثقه كبيره جدا في تحقيق 90% او اكتر كمان، ليه ما يكونش 100% من كل البطولات اللي نقابلها على مدار الفتره الجايه او بالتحديد الموسم ده. ان شاء الله كل التوفيق لنادينا الحبيب النادي الاهلي. دي كانت تفاعل حضراتكم، ودي كانت رسائلكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، استنونا، الى اللقاء.